بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب كينو لينكس، معكم عبد المجيب. اليوم راح أتكلم عن بعض المشاكل الموجودة بالتوزيعات الديبيانية، وأقصد ديبيان، أبونتو، لينكس مينت، إليمنتري، بينغاي، أي توزيعة، أي توزيعة مبنية على ديبيان اللي هي تستخدم آبت كيت. أوكي، المشاكل طبعا هذه استخلصتها من منتدى الدعم الفني. دخلت على منتدى الدعم الفني وكتبت آبت كيت، طلعت مشاكل كثيرة، حاولت أجمع الأشهر من بينهن طبعا، او بالاصح ما خليت اي مشكله، جبتين كلهن. عموما هن مشاكل مشهوره، حوالي 9 او 10 مشاكل، تمام، دائما تتكرر. خلونا نحط حل هنا علشان بعض الناس يكون ما عنده انترنت احيانا ثم ما يدري من وين يجيب الحل. شاهد الفيديو هذا ان شاء الله، بالفيديو هذا راح نحل اغلب المشاكل. لكن المشكله الاولى اللي تواجهنا وهي اني ما بعد صبيت شاهي والدرس بادي. خلينا نصب شاهي، اصبروا. اوكي، اطر الشاي هذا، مو بشاهي طبعا، سفلت. طيب، المشكلة الأولى اللي احنا نواجهها طبعا كتبت لكم هنا، اللي هي اي كيف ننزل ملف ديبيان، عفوا حزمة دي اي بي. اوكي، بالشكل هذا اسمه دي اي بي. الحزمة دي اي بي اول لازم تعرف انها عبارة عن برنامج مشابه له بالويندوز اي اكس اي. اوكي، علشان اذا اخرها تتصل عليها سكيت راسي. اوكي، فالمشابه له بالديبيان، عفوا بالويندوز اي اكس اي، عشان جبنا طار الويندوز تخربطت ام الدنيا الحين بينفجر الكمبيوتر. طيب، هذا الحزمة الديبيان كيف ثبته؟ اما انك تضغط عليه دبل كليك، او انك تثبت عن طريق الطرفية اضمن لك، وراح نشوف كيف ثبت عن طريق الطرفية. طيب، هندخل على، اعتقد اني لا اصبر، خل نروح سي دي بار كاش. طبعا هذا المكان مليان حزم اللي هي قبل التحديث ابت، شوف طبعا تكلمت عنه سابقا. لو سويت الاس هنا في حزم كثيرة، اذا حاب تثبت اي حزمة طبعا لاحظ كله ينتهي بصيغة دي بي. اوكي، هذا يعني انه الحزمة هذه ديبيانية. طيب، جيمب، وانا جيمب لا هذه جيمب يا حبيبي، ثبت اي شيء، شيء كذا مصدق نفسي ادور انا. خلونا ننسخ هذا ونصغر الطرفيه شوي منه علشان حافه الشاشه. طيب، كيف ثبته؟ راح تكتب سودو دي باكج ناقص اي، ثم تحط اسم الحزمه. اوكي، بس انتر، تم تثبيت الحزمه. لازم اول ما تخلص تكتب سودو apt-get install ناقص if. ليش ناقص if؟ لأنه أحياناً يكون فيه حزمة تم تثبيتها لكن الحزمة هذه ناقصة اعتماديات. أوكي، أو الحزمة هذه سببت إشكالية بسيطة بالبرامج، فلما تكتب sudo apt-get install if راح يسوي فيكس لأي شيء فيه مشكلة. أوكي، الآن حل المشاكل لو كان فيه مشاكل. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية وهو هذا السطر، السطر هذا ما يعتبر خطأ لكن بعض الناس يتخوف منه، اللي هو لما اخلص مسوي تحديث معين يطلع لي هذا السطر 0 0 0، لكن طلع لي هنا not upgraded. اوكي، هذا بسيط جدا، هذا ما عليك انك تحدث السيستم عندك، النظام، وبعدين راح ينحل ان شاء الله. طيب، في عندنا اللي هو طبعا خلصنا الثاني، الخطا الثالث، تمام، وهو some packages have been kept back. لو سوينا sudo apt get update ثم sudo apt get upgrade، طبعا هذه الطريقة الأفضل انك تسوي ترقية للنظام حقك بالطريقة هذه. اوكي، ليش؟ علشان تسوي تحديث ثم بعدين نسوي ترقية. يلا يا استاذ، حاسديني الناس، خلص. في واحد يتصل علي من صباح الخير، تمام، ودي. طيب، الآن خلصنا، لكن لاحظ في مشكلة. المشكلة هي طبعا هذه الحزمة راح تسوي لها ترقية. المشكلة هي انك احيانا تسوي ترقية وتخلص لكن يبقى عندك الحزمة هذه ما تم ترقيتها. اوكي، the following packages have been kept back. اوكي، في درس سابق تكلمت عن الابت والابتيتيود، ممكن تمر عليه تشوف ايش هو الابتيتيود بطريقة مفصلة. لكن المشكلة هذه ليست مشكلة فعليا، غير انه الحزمة هذه اللي شايفها قدامك عبارة عن انوية، تمام، او رؤوس انويه، او بعض الحزم اللي يفترض انه ما سوى له تحديث في بعض الانظمه. يعني بعض الانظمه يقول انا ما بيحدث النواه عندي، ليش؟ عشان نواتي ما بيعدل عليها. لكن الاشكاليه هي انك كيف تحله؟ تحله بالامر التالي: sudo apt-get dist upgrade. بالطريقه هذه ايش راح يسوي؟ راح يسوي تحديث غصبا عن النظام. اوكي، لو طلعنا فوق الحين ما فيه the following new packages will be installed. لاحظ هذا اللي سيتم تحميلهم. هذه هي اللي طريقة. طبعا الطريقة الثانية انك تتخلص من هذا تكتب sudo aptitude upgrade. هذا راح يتولى كل شيء. وميزة هذا اللي تكلمت عنه سابقا انه يعني
يزبط امورك. لكن لاحظ انه بات ويل نوت بي انستولد، نفس القصه راح تكتب ديست ابجريد هنا، ديست ابجريد، هذا راح يتولى الموضوع كامل. بات ويل نوت بي انستولد ريكومندد. طيب الابتيتيود احيانا يقول لك انه في حزم لا يمكن ما راح نثبتها للحزم هذه، ليش؟ لانه قد يكون فيه تعديل ما بين الاصدار الحديث والاصدار القديم، او انه في مكتبه لم يتم ترقيتها. لذلك الابتيتيود هو الطريقه الاكثر امان، تمام؟ ممكن تحط علامه استفهام ثم راح يشرح لك بعض الاشياء زي ما انت شايف هنا. ولكن تمام، اذا انت رجال راكب راسك وتبي تسوي ترقيه، سوي سودو، يتصل علي مره ثانيه، سودو اب جيت ابجريد، تمام؟ بالطريقه هذه، عفوا ديست ابجريد، هذا راح يسوي ترقيه، تمام؟ نظرا للابت كيت اساسا يفترض انه يتعامل مع شخص محترف، وانا عارف الشخص المشاهد عباره عن محترف. طيب خلصنا الحين من هذه. فيكس اوكي، احيانا في مشاكل بالابجريد، الابجريد ما يكمل، اوكي؟ فراح تكتب بالطريقه هذه، سودو ابت كيت ديست ابجريد ناقص اف، اوكي؟ او ابجريد ناقص اف. ليش ما يكمل؟ لانه احيانا ينقطع اتصالك، او احيانا يكون في مشاكل كثيره، فيجي يحاول ترقيه ثم يقول في مشكله. انت الناقص اف هذا ايش راح يسوي؟ راح يمسح اي مشكله موجوده. طيب راح نشوف للخطا اللي بعده. الخطا اللي بعده ايه؟ كود نوت لوك. هذه طبعا هذا الخطا عباره عن مو بخطا، عباره عن اشكاليه بسيطه، وهي انه راح اشوريك مثال بسيط اعتقد اقدر اتحايل عليه بالطريقه هذه. لو كتبت سودو ابت كيت ابديت، اوكي طلع الخطا. زين الخطا هذا زي ما انتم شايفين يقول انه في برنامج ثاني شغال، اوكي قاعد يشتغل ابت. كيف اقدر اوقف الابت هذا؟ اوكي عشان اقدر اشيل الخطا هذا، شايفين المسار هذا؟ المسار هذا بس راح نعذفه، نسوي له كوبي، بعدين نكتب سودو ار ام. اوكي الان لو جينا شغلنا الامر راح يشتغل معنا بدون مشاكل. هذه هي فكره خلاص وقف. تدرون ليش ما راح يوقف؟ لان حطيت علامه الاند بالنهايه، لذلك راح اصبر لين يخلص. علامة الآن هذه بالنهاية ما أنه مرينا عليها، هذه فائدتها أنه شغل البرنامج بالخلفية، لكن قاعد يشغل قدام وجهي ذا. بس خلاص أنا أشرب شاهي، يمكن يبي يشرب شاهي ترى. نشوف المشكلة اللي بعدها، طبعا قرب يخلص هذا أولا، صح خلص. المشكلة اللي بعدها هي أنه أوكي وش هذه؟ لا هذه ما لها علاقة بذي، إيه هذه ما لها علاقة. نجي المشكله الثانيه اللي هي ميرج ليست. اوكي طبعا انا غلطت، انا كررت هذا هنا في مشكله الميرج ليست. اوكي احيانا يجيك خطا يقول لك انه بل 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 ميرج ليست. اوكي ميرج ليست تكتب بالشكل هذا، اعتقد انه بالشكل هذا. عموما يطلع خطا طويل يحتوي على الكلمه هذه. الاشكاليه هي انه في عندك حزم او قائمه حزم معينه ما قدر النظام يدمجه مع الحزمة الثانية، بسبب انه زي ما قلت لك احيانا يكون انقطع التحميل او مشاكل كثيرة تصير بالنظام ما ندري عنها. لكن كيف تحله؟ الامر ببساطة هذا هو، راح تحذف الحزم اوكي بالطريقة هذه. var lib app list اوكي، راح تكتب سودو rm var list var apt var lib apt list اوكي، ثم تحط علامة نجمة vf اوكي. الطريقه هذه هو راح يحذف الحزم الموجوده، تمام؟ اوكي تم حذف الحزم هذا. الان راح نسوي سودو apt get update، الان راح يسوي حزم او يسوي قوائم جديده ما فيها مشاكل. اوكي اوكي طبعا هذه تحدث دائما مع 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 استهلاك النظام لفتره طويله. اوكي في عندنا الخطا هذا، خطا 404. 404 خطا ويب اساسا، يجيك من السيرفر نفسه. راح نشوف ايش الخطا. المشكله هي انه 404 هذا تكون انت ضفت مستودع، لكن المستودع هذا اسمه غلط، اوكي؟ او الرابط حقه غلط، او الجوال هذا برميه بزباله. اوكي؟ كيف نقدر نحل مشكله 404 هذه؟ زين؟ خلص انت، راح نوقف ليش نخليه يخلص. لو دخلنا الحين على المستودعات، sudo nano etc apt sources dot list، اوكي؟ خلنا ندخل على اللوكل، اوكي؟ هذا، لا ما نبي ذا، هذا اللوكل. ايش تو دخلت على اللوكل انا؟ اوكي ندخل على اوفيشال. اوكي جينا هنا مثلا، والله واحد من الشباب غلط وحاط لينكس من دبل تي مثلا. اوكي طيب الحين نسوي ابديت، يجينا خطا 404. خطا 404 هذا معناته ملف مفقود او ملف غير موجود،
تمام او في شيء خطا صار اوكي. طبعا انا اخطيتها مو الرابط يصير خطا، اللي يصير خطا اللي بعد الرابط اوكي، لان الرابط اصلا بيقول لك لما يتم الاتصال. ولكن لو جينا تحيلنا هنا وليبياز اوكي، هنا راح يجينا خطا 404 لو اتصل بالسيرفر ثم بعدين ما لقي شغل بالسيرفر فرجع الخطا هذا. ببساطه شديده يطلع لك الخطا هذا، يظهر لك معه المستودع اوكي، يقول لك المستودع هذا 404. تروح المستودع وتاكد من كتابه اسم المستودع بالطريقه الصحيحه. شوف الدرس اللي راح تكلمنا كثير عن المستودعات الديبيانيه، لكن يلا خلص خلص خلص. او نبي واحد شاهي. احس بنشوه شربت الشاهي، ودي افتح الدريشه واطير. اوكي جانا الخطا، شوفوا 404 واعطانا اللي هو المستودع. يا خلاص وقف زين، هذا هو قال لك ان المستودع هذا اللي مكتوب فيه اوليفياز خطا. ببساطه شديده هو اعطاك اسم المستودع اوكي، راح تروح لما المستودع اللي هو لينكس مينت اوليفياز اوكي، اي مكان اضفته طبعا راح يظهر هو بعد ما انك تضيف مستودع، فتلقائيا تعرف انه خطا. الحين حلت المشكله اوكي. المشكله اللي بعد اللي هي 300 403. 403 هذا مو بخطا منك اوكي، خطا من السيرفر. السيرفر احيانا يكون عنده مشكله يكتب لك فوربيدن بالشكل هذا، فوربيدن اوكي بالشكل هذا، انه ممنوع الوصول حاليا. قد يكون في صيانه على السيرفر، او يكون السيرفر غير متاح، او يكون في ترقيه او ايا كان على السيرفر. لذلك اذا شفت الخطا هذا مساله وقت راح يروح اوكي. في عندنا مشكله انه احيانا بعض المستودعات تكون فيها مشكله اوكي. اذا كان عندك مستودع واحد في مشكله زي ما انت شايف، راح يظهر لك اسم المستودع ايا كان 300 403 او 404، ثم يعطيك الخطا حقه. احيانا ترى 500 وحاجه. عموما الخطا اللي بيطلع منك هو 404، بتكون انت كاتب خطا. حاجات ثانيه خطا من السيرفر اوكي. اوكي تقريبا انتهينا اليوم من المشكله ومشاكلنا. نشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم، اتمنى انكم استفدتوا. الى هنا تقريبا حلينا اغلب مشاكل طبعا لنا مشاكل اساسا كلها بمدير الحزم، حلينا اغلب مشاكل مدير الحزم ان شاء الله. نشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم. مشاكل تواجهونا عندكم تحت رابط اسمه منتدى الدعم الفني، ادخل على منتدى الدعم الفني، خلينا نشوفك هناك، اطرح مشكلتك باذن الله تنحل المشكله. باي باي.